السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للجزء الرابع من النص المسلسل الرجل الذي أضاء العالم، المندرج ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة الرابعة، مجال الابتكارات والاختراعات، المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان هذا الجزء النجاح المبهر، النجاح المبهر. نقرأ هذا الجزء ثم نعود للإجابة على الأسئلة المرافقة له. وخلال هذه الفترة استطاع أن يخترع عددا من الأجهزة، إلا أنه كان يطمح إلى اختراع يفيد الإنسانية، فركز أبحاثه حول الكهرباء وانتقل إلى مدينة نيويورك ليشتغل موظفا يعمل على تشغيل آلات لتسجيل التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب. وحدث أن توقفت تلك الأجهزة عن العمل، فدب الذعر والفوضى في مكاتب الشركة، وأخذ المهندسون يحاولون إصلاح الأجهزة بدون جدوى، إلى أن تقدم إديسون وأنهى المسألة بنجاح. استطاع إديسون خلال هذه الفترة أن يكسب أموالا طائلة ويخترع أجهزة مثيرة، إلا أن الاختراع المعجزة كان هو المصباح الكهربائي الذي أنار العالم وحول ليله إلى نهار. إذا نبدأ بالإجابة عن الأسئلة مرافقة لهذا الجزء. أذكر بعض أنواع الأجهزة، بعض أنواع الأجهزة، مثلا المكنسة الكهربائية، مكنسة الكهربائية، الهاتف، الهاتف، الحاسوب، الحاسوب، الفرن، الفرن الكهربائي، المذياع، المكواة. إذا المكنسة الكهربائية، الهاتف، الحاسوب، الفرن الكهربائي، المذياع، المكواة. أفهم أحليل أذكر سبب نجاح إديسون وحصوله على مال كثير. إذا سبب نجاح إديسون وحصوله على مال كثير هو اختراعه لعدد من الأجهزة وإصلاحه للأجهزة التي أصيبت بعطب بالشركة التي كان يعمل بها. إذا سبب نجاح إديسون هو حصوله على مال كثير هو اختراعه لعدد من الأجهزة وإصلاحه للأجهزة التي أصيبت بعطب بالشركة التي كان يعمل بها. السؤال الثاني، لماذا سمي اختراع المصباح الكهربائي بالاختراع المعجزة؟ إذا سمي اختراع المصباح الكهربائي بالاختراع المعجزة لأن الناس بعد غروب الشمس كانوا يعيشون في الظلام، وبهذا الاختراع تحول الليل نهارا وأنيرت البيوت والمدن والمحلات التجارية. إذا سمي اختراع المصباح الكهربائي بالاختراع المعجزة لأن الناس بعد غروب الشمس كانوا يعيشون في الظلام الدامس، يمكن نضيفو الدامس، وبهذا الاختراع تحول الليل نهارا وأنيرت البيوت والمدن والمحلات التجارية. أركب وأقوم، أعيد قراءة النص كاملا، ألخصه شفهيا. إذا تلخيص النص شفهيا، يتحدث النص عن حياة المخترع توماس أديسون منذ الطفولة الذي نشأ وسط أسرة فقيرة، كما أشار الكاتب إلى حادث طرده من طرف الناظر بدعوى تخلفه العقلي. وبدأ إديسون يبحث عن أي مهنة، لكن أمه قررت أن تتولى تعليمه بنفسها، وهكذا تدرج في القراءة وصار يقرأ لكبار الكتاب، ثم دخل مجال الابتكار فبدأ بالتجارب العديدة التي كانت غالبا تبوء بالفشل، ولطالما نال العقاب من والده على مرأى من أهل القرية والطرد من العمل لأنه كان يتسبب في خسائر الأملاك الغير أو أملاك الآخرين. لكن إديسون كان قويا فنجح في الأخير من اختراع العديد من الأجهزة، وكان أهمها المصباح الكهربائي. أعيد،
يتحدث النص عن حياة المخترع توماس إديسون منذ الطفولة الذي نشأ وسط أسرة فقيرة، كما أشار الكاتب إلى حادث طرده من طرف الناظر بدعوى تخلفه العقلي. وبدأ إديسون يبحث عن أي مهنة، لكن أمه قررت أن تتولى تعليمه بنفسها، وهكذا تدرج في القراءة وصار يقرأ لكبار الكتاب، ثم دخل مجال الابتكار فبدأ بالتجارب العديدة التي كانت غالبا تبوء بالفشل، ولطالما نال العقاب من والديه على مرأة من أهل القرية والطرد من العمل لأنه كان يتسبب في خسائر الأملاك الآخرين، لكن إديسون كان قويا فنجح في الأخير من اختراع العديد من الأجهزة، وكان أهمها المصباح الكهربائي الذي يمكن نضيفه الذي أنار العالم السؤال الأخير، ما الذي كان سببا في نجاح إديسون؟ إذا لدي كثرة المشاكل، دعم والدته ومساعدته لها، عبقريته وذكاؤه. إذا كل هذه كانت أسبابا في نجاح إديسون. كثرة المشاكل التي اعترضته جعلته يكرر التجارب مرة تلو الأخرى رغم فشلها في الغالب، دعم والدته ومساعدته لها كما رأينا في الفقرة الأولى لما دعمته والدته ورفضت أن يتجه إلى المجال العمل وقامت بتعليمه بنفسها في البيت، وأيضا عبقريته وذكاؤه. ولكن أهم سبب في نجاح إديسون هو عبقريته وذكاؤه. إذا كل هذه الأسباب معقولة، يعني مهمة في نجاح إديسون، ولكن عبقريته وذكاؤه كانت أهم سبب. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.